هل تكفي ختمة واحدة لمن يقرأ بالتأمل والتدبر والتمهل؟ تكفي ختمة واحدة، لكن يقل أجره، ما لا يكون له إلا أجر ختمة واحدة، بينما كان السلف يختمون القرآن بعضهم في كل 3، بعضهم في كل 10، بل بعضهم ربما يختمه في ليلة، كعثمان، كخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكانوا يفرحون بهذا الشهر لما فيه من الخيرات والبركات وتكفير السيئات، هكذا كانوا يفرحون بشهر رمضان اغتناما لأوقاته. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين.